طريقة أهل السنة والجماعة، أسأل الله يجعلنا وإياكم منهم، أننا إذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى نثني عن الله نقول سبحانه وتعالى، وإذا ذكرنا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام ماذا نقول؟ عليهم الصلاة والسلام، نصلي ونسلم عليهم عليهم الصلاة والسلام. نعم، أقل شيء لا نذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بالخير. قال بعض العلماء رحمهم الله، قال لو لم يذكر لنا في القرآن قصة آدم عليه الصلاة والسلام وما حدث منه من أكل من الشجرة ما استطعنا أن نتكلم كلمة بعد أن تاب الله سبحانه وتعالى عليه واجتباه. بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الفوائد والآثار المترتبة على خروج آدم من الجنة ونزوله إلى الأرض وما ترتب عليه من فوائد، منها بعثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذا ما يمكن أننا نتكلم فيهم بأدنى كلمة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام،